متى جيتي؟ أهلا وسهلا، كيفك؟ هل بدها آيلة يا عمران؟ كنت مخبرة أنه إذا ما لقتني تسألون عن آيلة خانو، وهي بتوصلها. عمران أنا مستعجل، خلينا نخلص من هالشغلة. مو حابب أتوقع لأنه بتعرف أنه كل ما تشوفني بدك تتوجع. هذا سبب كتير مقنع. ليش مين مفكرة حالك لأتوجع بس شوفك مثلا؟ من الواضح أنه ما في عندك شجاعة لتواجه مشاعرك عرفان. والله آيلة خانو عم بتحاضر بالمشاعر، وروح يواجه مشاعرك بالأول وبعدين انصحيني. أنت لهلأ مو قادر تتطلع بعيوني، ولا بتخاف أنك تتطلع؟ لك أنت جنيتي شي، شو اللي جابك لهون؟ بعيد. وينو عرفان؟ هديك المرجوة معك؟ هذا اللي شفتي حبيبة لآيلة، ونحن هون كرمال ابنك. رح أشرح لك كل شي بعدين. روحي انطريني بالأوتيل. لك يلا روحي. يلا خلونا نخلص. وين العقود؟ شو كل شي جاهز؟ شبك وقع، ليش صافين؟ ساعدتك كمان هالمرة. الموضوع ما عاد بهالسهولة يا عمرة. إذا بدكم إنه ساعدكم فأنت كمان لازم تساعدني. أنا؟ مثل ما سمعت بدك تساعدني، بقبل أعطيكم المصاري بشرط تكون شريكة وفي إلي أسهم بشركة بابل. أنا وإنت وعرفان رح نكون شركاء بهالمشروع. معناته ناوية تشعلي البارود، مو غلط؟ برأيك عرفان ممكن يقبل؟ بدك تساعدني بهالشي، بدك تقول له مجبورين وما عنا خيار، وبالنسبة لسليمان أنا بعرف كيف خليه يقتنع، ما تقلق. حلوة هالفكرة. ليش لا؟ إذا كرمال المصاري عم تعملوا أي شي، وأنا عم اتعذب من سنين وعم اتحمل كلام، وإذا كرمال شو برأيك؟ طالما هيك شو بيمنع أنه استفيد؟ هالمبرر ما بيفيدك معي، مو علي أنا هالحركات. أنت وسليمان وعرفان كرمال المصاري عم تعملوا أي شيء، وأنا كمان بدي مصاري، شو بينقصني عنكن؟ هالمشروع بده يصير، عم تفهم؟ وعرفان بده يرضى، خلصنا. وبعدها شو بيصير؟ ناطرة يجي الأمير عرفان على حصانه الأبيض وتكملوا حياة العشق يلي وقفت من سنين، ما هيك؟ أي عشق هاد؟ أي عشق؟ عم قلك الزلمة بيكرهني وقال يا ريتو شافني ميتة ولا شافني مع سليمان. مستوعب هالحكي؟ مزبوط كلامه، أنت متضايقة من هي الحقيقة. هاد دليل غيره، الرجال مصدوم، هاد سبب الكره. وبرأيك هاد مانو عشق مثلا؟ حاجة تقلي عشق بقى؟ الزلمة شاطر بس يوزع حكم ومواعظ علي، وأحكامه الغبية جاهزة فورا. لك إذا ما عطاني فرصة حتى أشرح له أنا شو عشت وشو اللي مريت فيه، وإنت اللي من أول مرة بتقسى الظروف عليك، رحت لعند المافيا وقاعد توزع لي مواعظ. إنت هلأ قيمك من عرفان وتطلعي على حالك. انت كل همك من هالقصة تضلي عم تحومي حوالين عرفان وقريبة منه، بس هذا حق الألغام خطير وما في مزح، بس ينفجر لغم بيحرق الكل. وسليمان إذا بيكشفكن منحترق كلياتنا يا آيلة. خلينا نحترق، ما بقى يهمني يا عمران. بدي خلي عرفان يدوق مرارة الكلام الوقح اللي سمعني إياه، وخلي كل واحد ياخد نصيبه من اليوم ورايح. إذا انكسر قلبي مرة رح خلي كل القلوب تنكسر. ألف مبروك. ألف مبروك. ما شاء الله عليك على الفكرة، لك ناقصنا مشاكل.
انت شو بدك فهمني؟ ليش انا فيني ارفض؟ والله ما تواخذني، ما عندي القدره اقول لسليمان مو موافق ونحن بدنا مصاري. وبعدين معك انت جنيت على الخالص لكامران؟ والله رح جن، كل مالنا عم نتورط اكثر. وبعدين الشركه الي ووظف فيها مين ما بدي. والله باينتا رح توجعنا راسنا، من اول غلطه صغيره رح تكشفنا. وشو بتعمل بس تكشفنا؟ بتشكينا للماليه يعني؟ ما حتساوي شيء. هاي لا مشكله لحالها. امران نحن وضعنا ممتاز وامورنا ماشيه كثير منيح، عم بعمل كل شيء بيطلع بايدي لجيب مصاري. ليك نصيحه مني، ما نتعب حالنا على الفاضي، اذا ايلا ما وقفت فوق راسنا بالشركه وقت سليمان بده ياخذ هذا الدور. الموضوع محسوم خلصنا. لك كيف بس؟ انت شو بدك؟ والله مريحة هيك؟ انت منيح؟ عن جد ما كنت بعرف انه انت اللي وراي، سامحني خلاص. طيب مو مهم، بس ما كان في لزوم للإسعاف. وقت اللي شفتك غميت. انا ما غميت، غبشوا عيوني. شو قلتي للدكاترة؟ ما قلت لهم شي، طمن. بس قلت صار حادث عرضي، وانا بجد خفت وقت سمعت دعسات واحد وراي. فكرت شو يعني... فكرتي؟ حدا متحرش؟ راكان بيك، عن جد ما كنت بعرف ولا توقعت انه تكون انت. اسفه كتير، ورجاء لا تفهمني غلط، بس انا ما رح اقول لحدا ابدا، وانت ما تقول لحدا. يعني اذا دري حدا ممكن اخسر شغلي بالشركه، وانا بصراحه ما بقدر ووضعي ما بيتحمل. ما بعرف، منشوف. وانا اسفه كتير. اسفك مو كافي، لازم تراضيني بعزيمه غدا. راكان يا روحي، شو صاير معك؟ قل لي، حادث سيارة شي؟ أمي طولي بالك، أنا منيح، ما في حادث ولا شي. لكان شو في؟ احكي لي عائشة. كنت عم وصل عائشة وبالطريق تحركشونا كم واحد أزعر، وأنا ما تحملت وصار اللي صار. ايه، ومين بيكونوا هالكم ازعر يعني؟ وشو بدهم منك؟ ما عرفت مين، كيف بدي اعرف؟ ما هنن معبيين الشوارع، ما هيك؟ عائشة؟ عايدة هذا انا. خبرت عرفان؟ لا طبعا ما خبرته. وايلا كانت معكم؟ كانت هلا بالاجتماع مع عرفان؟ كنت حاسه انه رح تطلع لنا من جديد، كنت بعرف. وبكل مشاغله الجديده هي من البدايه كانت جنب عرفان، ما هيك؟ عمران بدك تخبرني بكل شيء. ما في شيء مهم غير انه الزلمه اللي شفتيه عند الباب هو حبيبه لايلا. الزلمة رجل أعمال ونحن عم نشتغل معه، وهذا كل الموضوع. كيف يعني إنه عرفان وآيلا في شغل بيناتهم؟ يعني مشان المصاري راح لعنده؟ وأنت مشان أجيتي لعندي؟ بعدين عرفان ما طلب منا شيء، طلب مني أنا. أنت شو اللي بدك توصل له؟ في سبب تاني خلاني أجي لعندك مثلاً؟ عايدة، نحن في بيناتنا ماضي. لا عمران، نحن ما في بيناتنا ماضي ولا غيره. واجيت لعندك لأنه أنت رفيق عرفان، هاد كل الموضوع. ولا شو عم تسأليني إلي معناته؟ فيكي تسألي زوجك، ولا خايفة أنه كذب عليكي؟ عرفان ما بيكذب يا عمران لأنه ما نو مثلك. فهمت؟ عرفان؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك، كيفكن؟ مناح. وأنت؟ منيحة منيحة. وين عايدة؟ عايدة؟ أي طالما بتوثقي بزوجك، وين المشكلة؟ أنا بوثق فيه طبعاً، هو بالنهاية ما رح لعند آيلا بكيفه، ولا حب إنه يشتغل معه لأنه هو هيك بده، بس كرمال ريان تحمل إنه يشوف وشه.
بعدين المشكلة مو بعرفان برأيي، المشكلة إني ما بوثق بهالمخلوقة. نعم عرفان. عايدة؟ شوي وبكون عندكم. كيف عمتك؟ عمتي؟ عمتي منيحة. يلا بس أجيب خبرك. طيب اتفقنا. أنا الكذاب مو؟ إذا بخبر عرفان بجيتك لعندي ممكن صير رجال صادق مثل عرفان بيك بنظرك ولا مو ضروري؟ لك عمرة، أنت لو شو ما عملت ما حتقدر تكون مثل عرفان بحياتك. عرفان لحاله حيحكي لك ما تاكلي هم. ايه بدون شك، متأكدة. زورينا دايما وبيطلي على عمتك ولا تقطعيها. ايه وشو عملت اليوم؟ ولا شي، مليت. بابا انت رح اعمل العملية، بدي ارجع داومي. معك حق والله. خلاص بنحكي بعدين. ايه عمران؟ انا اسف بس الموضوع مهم لهيك اتصلت بهالوقت. اللي شوفي عايدة اجت لعندي قبل شوي ومشغول بالها مشان الشغل السري تبعنا. انا ما بعرف انت شو مخبرها، بس سألتني مع مين عم نشتغل وبشو. ما جبت سيرة آيلة ما هيك؟ لا أكيد ما قلت لها. طيب اسمع لقلك، إذا رجعت شفتها أوعك تحكي شي، هي أصلاً تعبها الموضوع، ما بدي مشاكل. طيب لا تشغل بالك. بس ليك كمان هي نبهتني مشان ما خبرك إنه أجت لعندي، وأنا وعدتها ما خبرك فما تحسسها. إيه طيب ماشي، لا تاكل هم. يلا سلام. برافو ريان، الترتيب حلو. ترتيبك حلو للسفرة. ربك بده يلطف والله يا أخي. دغري ضربته. وأنا شو عرفني إنه راكان؟ فكرته شي واحد من هالزعران المتحرشين. طيب طيب ماشي، لا تعيط، أنا منيحة لا تشغل بالك. بس إجي بشرح لك فوراً كل شيء. إيه وين كنتي؟ ها؟ ما عرفت شو بدي أقول لعرفان. عايدة؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك. كيف عمتك؟ منيحة، ضغطها نازل شوي. ما في شي غيره؟ لا. شو وينو ريان؟ عم يلعب جوا، من شوية تعشينا. ممتاز. طيب رح بلش دهان الغرفة أنا. شو بدنا فيها يا عرفان؟ يعني الغرفة مثل المزبلة مو منيحة أبداً مشان ريان. ما بدها غير شوية تصليحات ودهان وهيك منوفر شوية مصاري، معلش تفتحي لي؟ مع أنه فكرت أمورنا كويسة ومعقولة، عم تلبس أفخم طقم وترش بعرفانات ومن اجتماع لتاني. ما قلت لي كيف الاجتماع؟ ماشي الحال. مع مين كنت؟ وشو بيهمك؟ مع اللي مفروض يجيبولنا مصاري وهلأ معلش تفتحي لي؟ لو سمحتي. شو صار؟ ما خبرك بشي؟ شو برأيك؟ بده يخبرني إنه عم بيشوفه وتشوفه؟ اختي أنا شو قلت لك من قبل؟ عرفان بحياته ما بيكذب، مستحيل حتى ما بيقدر يضحك على ولد صغير بالعادة، بس من وقت ما فاتت هالمرة على حياتنا صار يكذب علي دائما. أكيد في سبب اللي عم بيصير روقي شوي. كيف بدي روق يا أختي؟ بس قلي لي كيف بدي روق؟ الزلمة كل يوم عم يتغير معي وعم يتحول لحدا تاني. والشيطان عم بيوسوس لي. ماما جاي حبيبي. عايدة الله يخليكي هدي شوي، هلأ مو ناقصكن مشاكل.
عم بتدوري على شي يا خانم؟ انتي متأكدة انه تيابي اجت من المصبغة؟ انا متأكدة ايه؟ وشفتي فستان اسود سحابه طويل من فوق لتحت؟ ايه مبلا ليكو. اها ورجيني لو سمحتي. بس كأنه مكوينه مزبوط. مو مشكلة ممكن تكوي انتي لأنه لازم البسه بكرة. ايه طبعا بس حلو عن جد. في عندك مناسبة؟ لا بس بحب البس هيك مرات. ماشي رح اكوي لك يا معناتها. فضيحة العشق الممنوع في البلازا. طيب اختي بترجاكي حاجة تبكي رح تموتي حالك بكفي. ما رح يصير شي أصلاً. الأسبوع الجاي بيطلع له شي خبر تاني وبينسوكي كرمالي حاجة. مسعود حكى معك؟ شو قال لك؟ شو قال لي؟ قال لي إنه مو طايق يشوفني وقال لي أنا بكره هيك طلعي من حياتي. ومرته رح تشتكي علي للشرطة، رح ترفع دعوة علي بتهمة الضرب والتهجم. حاجة بقى كله علاك مصدي. إذا كبرتها منوكل محامي ومنرفع دعوة تشهير لا تاكلي هم. بشرفك خلاص. دعوة شو هي ومحامي شو؟ أنا مالي عين أصلاً أتطلع فيهم وتعبت من كل شي خلاص. أنا قدمت استقالتي وانتهينا خلاص. هالمرة خسرت كل شي بحياتي. خسرت شغلي ومسعود وخسرت سمعتي كمان. مرت حبيبك المافيا هي اللي دمرت لي حياتي يا عائلة. طيب يا روحي روقي انت كل شي بيحصل بعدي عني كرمال الله. اصلا انت المسؤولة عن كل شي صار معي. انت وامي وبابا لو ما مات بسببكم يمكن ما كنت وصلت لهون وما صار اللي صار، ولا كنت فاقدة للحنان والحب وما عطيت فرصة للناس الغبية تلعب بمشاعري. انتوا المسؤولين عن كل اغلاطي. اخذتوا مني اللي كان يحن علي من لما راح ابي لليوم وانا كل شي عم اعمله اني انسى غيابه واتجاهل ضعفي. ليكي بعرف انه انت كتير متضايقة بس مو مقبول هالتخبيص. كذب يعني؟ عم اكذب انا؟ انت وياها يلي جبتوا له السرطان، سودتوا له عيشته لهالمعتر حتى مرض بالسرطان، طلبات وناء والزلمة ما كان يلحق. كرمال المصاري جبرنا نخسره. اي مصاري يا سحر؟ اي مصاري؟ فهميني عن اي مصاري عم تحكي؟ كنا جوعانين وبردانين، واللي عم تقولي ظلمناه ما ترك قرش واحد بالبيت. لك حتى مانتو امي باعوا برخيص. والله شو؟ انقهرتي على مانتو امك هلا؟ ولك على القليل الزلمة ما كان حرامي ونصاب مثل بعض عالم. يمكن مشان هيك كنتوا تكرهوا أصلا. لكن انتي مو متذكرة شي لأنه كنتي طفلة صغيرة بوقتها، فياريت ما نتخانق على الفاضي. بالعكس بتذكر كل شي مزبوط. والله عن جد؟ مثلا؟ بتذكر كيف كنتي تكرهي عيشة الفقر مثلا. شو كمان؟ وكيف كرهتي لأنه مفلس. شو كمان؟ وهلأ كرمال المصاري لاح الحيوان يلي اسمه سليمان وموسى لعشي. لا تتجاوزي حدودك أبدا. سليمان هو الوحيد اللي وقف جنبي بأصعب أيامي. المسألة مو بسيطة مثل ما انك مفكرة. اي نعم المسألة ما انا بسيطة مثل ما اني مفكرة فعلا. انت تعرفتي على مرته لسليمان شي؟ لك هذا متجوز مرة مجنونة ومريضة نفسيا. سحر بكفي. هلأ اللي بيهمنا بالنهاية حياتك اللي لازم تفكري شلون تبدي فيها من جديد ومن دون مشاكل. عم تفهمي؟ وبعد ما ابدا حياتي من اول وجديد بتجي مرته لحبيبك سليمان وبتهدى فوق راسي مره ثانيه. ما تخافي انا بوعدك من هلا ورايح ما بقى تسوي لك شيء صدقيني. خلص عيلة روحي من هون بكفي. حلي عني. ما اجاني شيء من وراكي غير الضرر. انتي اذا عن جد بدك مصلحتي فاطلعي من حياتي. ما في شيء مهم، ردود بسيطه. خليه عنا اليوم وبكره الصبح بنعمل له كم صوره وبنخرجه. يلا سلامته. شكرا كتير دكتور. لحظة دكتور، بس مو أحسن إذا منصوره طبقي محوري؟ عم بيقول راسه عم يجعو وأنا قلقانة عليه. نعمات مو محرز الولد منيح. ماشي دكتور يعطيك العافية. تسلم إيده يلي عمل فيك هيك. رد 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 وأحكي مع عشيقتك
وروق أعصابك، بلكي وقتها بيكون فيك تحكي معنا مثل البشر. حاجة لعي فاضي، ببعت لك الشوفير بكرة الصبح لعندكم. ايه حبيبتي؟ إذا مو فاضي بحكي بعدين. فاضي حبيبتي، وينك أنتي؟ عالطريق راجع على البيت، كنت عند سحر من شوي. شو صار معكم؟ طمني عن راكا. منيح منيح، نعمت قاعدة عنده. كنت رايح على البيت، بدك اجي لعندك؟ لا معلش، حاسة حالي مرهقة كتير وحابة روحنا. خلص يلا بكرة بشوفك ومنحكي. طيب ماشي، طمنيني بس تصلي. ماشي. حبيبك المافيا هي اللي دمرت لي حياتي يا عائلة. معافى ان شاء الله نعمة خان. الحمد لله قال بس شوية ردود. انت كيف إلك عين تجي لهون وتحكي معي؟ شوفي نزل ضغطك كأنه ظاهر. انت ما بدك تحطي عقلك براسك وتعقلي، ما هيك؟ انا حاطة عقلي براسي، لا تاكلي همي ابدا. بس والله انتي وحده بتحول الحمل لديب نعمة خان، هيك طبعك؟ عكله مو موضوعنا. شوفي يمكن تكوني مفكره اني وحده عاجزه او جبانه لاني سكتت عن كل افعالك لهلا، او غبيه لاني ما تصرفت بنفس اسلوبك، بس القصه ابدا مو هيك. طيب انقلعي من هون، يلا روحي يلا يلا. انا اختي انهارت ودمرت حياتها بسببك، وأنا خسرت أختي بسببك. وصحيح ما عندك رجال تخسريه كزوج، بس في عندك ابنك ركان. لك أنت عم بتهدديني بابني ولا شو؟ احكي. صدقيني أنا لهلأ عم احكي معك باحترام وهدوء، بس شكلك أنت مو حابة تفهميني، فاسمحي لي اشرح لك. نعمت، أنا بهد بيتك فوق راسك، في عندي استعداد احرق قلبك على ابنك السافل التافه الرخيص الملقوح جوا. عم تفهمي علي؟ بالإذن. يعطيك العافية. شو نام الولد؟ بس بصعوبة، لأنه طول الوقت هو عم بنق مشان المدرسة. أرض الحمام منزوعة كمان وبده تصليح. ما راح نجيب لهون إذا ما صارت منيحة. جبت صندوقين سيراميك وراح مدهم بالحمام، وجبت دهان كمان للأوضة الثانية، شفتيهم؟ إذا ما عجبوك بغيرهم. ما كان عندي على الكلام، ما أنا عطول آخر من يعني. أنت شو حابة تعرفي أنا بجاوبك؟ أنت مع مين عم تشتغل عرفان؟ ما فهمت ليش هالسؤال؟ يعني شركاء الشغل مين؟ ومين المستثمرين ومين؟ ما بتعرفي عايدة؟ أنا وعمران بس. عرفان حاجتك بقى، حاجتك كذب علي، لأني عن جد كتير تعبت ومليت. أنا عم بعمل كل شي بيطلع بإيدي لحتى أجيب مصاري. ولا شو ما بتقول انه عم تشوف هديك المخلوقة وانه في شغل بينكم؟ ليش مخبي الموضوع؟ مبارح بالليل شفت كابوس، شفت قطة سودا وكبيرة غرست اسنانها برجلي. قمت من نومي مرعوب. الله يعطينا خير هالمنام. ياسين عم تتابع امور الشغل مو هيك؟ مو ناقصنا مشاكل. لا تشغل بالك سليمان بيك، انا بنفسي متابع الامور. Thank you.
عاد الله يصبرني عليك. شو بدك يا ربي تبعت مرة مثل مرتي لكل واحد بيكرهني، ما بتخليني اتهنى بشي، طول الوقت فوق راسي، راح تموتني بالجلطة الله وكيلك. إيه شو علي عديم الرجولة؟ لا ترد علي، إذا بتكون عندها إن شاء الله ما بيطلع عليكم الصبح. وينك؟ وين ما كنت هلأ تعال لعندي بسرعة. شو يعني بتضيع؟ شو عم بتساوي؟ طيب ايه فهمت عليك، لكان خلص زبط امورك بسرعة وتعال فورا لانه في شغلة مستعجلة. فيك تقول عنا عملية تجميل حساسة، تجميل وش وتغيير ملامح بالكامل. اوعك تتأخر ماشي؟ في شي معجبك يا بيك؟ يعني سمعان شي بخص الشغل خلاك مزعوج؟ لا بس ماني مرتاح بنوب. خلي ظهرك مسنود يا ياسين، لا تترك ولا ثغرة بسيطة من غير شي لعيون مفتحة علينا. طيب أمرك. أوف يا الله. شو بدك قول عايدة؟ شو بدك قلك؟ إنه ما بقى رح تشوفه وما رح يكون في شغل بينك وبينها، هيك ممكن تريحني. أنت متذكرة شو قصيتيني عايدة؟ ساوي شو ما بدك، المهم تجيب المصاري. قلت هيك؟ إيه أنا قلته وندماني، ولو كنت بعرف إنه رح ترجع تشوفها ما كنت قلته أبدا. فكرتيني مبسوط بهالوضع؟ ها؟ وقعت لحالي على شوفتها؟ انت بتعرفي انا شو اللي جابرني؟ انا بشو همي وانت بشو همك عايدة؟ صار بدك اقعد ما اعمل شي وانسى موضوع الولد لحتى ترتاحي يعني؟ انا مجبور اشتغل مع عائلة لحتى يساوي الولد العملية، لو سمحتي سكري على الموضوع. عايدة؟ أهلين. خير؟ شوفي صاير شي معك؟ شو بده يكون في؟ متضايقة مشان البيت، ما بعرف كيف رح يزبط. قال عرفان اشترى المواد، بس البيت مثل المزبلة. بسيطة، كل القصة مو مستاهلة. بعدين ليش العجلة؟ انتوا قاعدين ببيتكم أصلا. هلأ مو وقت الخناق والمشاكل، لازم توقفي جنب زوجك. يلا فوتي. عفكرة أنا بعرف عايدة منيح وبعرف شلون بتفكر. أنا متأكد بتكون هلأ مستلمته لعرفان ومكرهته حياته لأنه ما عنده صبر بنوب. بالله عن جد شكله عم يعاني كتير. هلأ بيكون عم يهديها ويقول لها يا عمري إذا بتموت أيلة ولا بتنحرق ما بيهمني، أنا شو بدي فيها أصلا. لك أنت عليك هذا شلون بيشتغل؟ ما فهمت عليك. حفهمك، عرفان مستحيل يفكر بهيك شيء، وإذا فكر مستحيل يقول هيك شيء. وأنا شو بيعرفني هو شو بيقول وبشو بيكون عم يفكر؟ أوف، هلا عرفان زلمة متزوج وفي عنده ولد مريض، وأنا سليمان كابس على نفسي ولا شكلي من وراك عم اتوهم وأحلم أحلام غبية عن جد. يعني أنت هلا اتطورت أحلامك بخصوصه ولا حاسة بخيبة أمل من ناحيته؟ ولا اتنين مع بعض؟ أنا برأيي لسه في أمل، يعني ما في شيء يمنعه يفكر بماضيكم. ما؟ عايدة ما بدي اتخانق معك، لو سمحت اتركيني كمل شغلي. عوافي يا عديل. أهلا وسهلا صفوت. أهلين فيك، بس هون لازم ترجع تحف بعد المعجنة. بعرف، بس لحتى ينشف المعجون بالأول وبعدها بحفه. على فكرة شوف الأرض كلها أبعد، في تسريب مي واضح من الشبابيك أكيد. بسيطة، نص كيس شمينتو بيحل المشكلة، ما تأكل هم. معناته الموضوع ما نو سهل. وهذا منزوع رح بلش فيه من تحت. صفوات الله يخليك، تروك من إيدك. صفوت تروك إذا بتريد، أنت عم تشتغل طول الليل، روح وارتاح. أنا بك يا زلمة خليني ساعدك شوي ولا ما بيصير؟ بشتغل لي ساعة زمان معك. من غير شي نحن تقلنا عليك، ونخلص قوم أنت وارتاح كرمالي. يلا. أنا مو قليل أصل يا عديل لأنسى معروفك، أنا بظرفي الصعب أخواتي تركوني وأنت وقفت جنبي. يلا خليني كمل. شكرا لك. عم تقلي إنه تعبان ومدري شو؟
تعب الجسم شي بسيط إذا بتاكل وبتنام كم ساعة وبتريح جسمك. إذا بيقولوا لي بالمصنع اشتغل 3 ورديات الله وكيلك ما بقول لا. بس وقت يكون بالك مشغول ما بتدوق النوم. بس يكون بالك مشغول لا بتعرف تاكل ولا بتدوق طعم النوم. والله يا صفوت الله يكتر خيركم. لولا وقفتكم معنا بهالظروف ما بعرف شو كنا رح نساوي. هذا كله امتحان يا أخي وكلنا معرضين له. اليوم بتغيير الوردية إجا المدير. وقفت وقلت له أستاذ إلنا 3 شهور ما عم نقبض الإضافة وبعدين برأيك الأخ شو جاوبني؟ حميد ربك عم تقبض راتبك. كيف يعني؟ لا هو عم يمنن كمان. لا مو على كيفه مجبور يدفع. ما بصير هيك. أصلا بالقانون في فترة محددة وموجودة بقانون العمال. في عنا محامي بيبقى بسأله شو على كيفه ما يدفع؟ يعني شو رح يصير؟ إذا ما دفع رح أقول الله لا يسامحه وانتهينا. شو بدي ساوي؟ هل إذا كبرت الموضوع وصرخت على الزلمة وتقتلت معه برأيك وقتها رح يدفع؟ لا طبعا. فقلت يا صفوات خلص طول بالك اصبر معلش ربك أكرم منه. يلي بدي إلك يا بالآخر اوعك تفقد أملك من رحمة ربك. صح عرفان صح صح يلا هاي لنا ناطرتنا مشان تورجينا المكتب يلا قوم بسرعة. وصلت المواصيل عشيتك تهددني؟ فهمني انت اي نوع من الرجال اذا مو قادر تحمي ابنك ومرتك. اصحي لحالك نعمت سمعاني الحكي اللي عم تقولي؟ ايه سمعاني مزبوط بس انت اللي مو حاسس. قلتك مين ممكن يكون ضربه لابنك؟ ما فهمت شو عم تخبصي. مو انا لا امبارح بعد ما رحت اجت عشيقتك لعندي على المشفى لك بكل وقاحة اجت وحطت عينها بعيني وصارت تهددني الي وانت مو دريان بشي ومثل الولد بتضحك عليك وبتلعبك باصابعة. اوف منك اوف. خدي دواكي منيح لانه شكلك جنيتي على الاخر. انت اللي لازم تاخد دواك. كنت عامل لي فيها خبير بالبشر بس هلا ما بقى تعرف يمينك من شمالك كانه شبك. وليش تاخرت هيك؟ نمت على الكنباية يا رجل حاسس جسمي مكسر. عايدة ناكشي ورانا ودريت انه نحن عم نشتغل مع آيلة. ايه عادي. بالله هيك؟ اذا ما انت خبرتها فمين؟ والله اللي وصل لعنوان الاوتيل قادر يعرف مشان آيلة. هذا البيت اللي حكيت لكم عنه الخانم. حلو كتير وواسع وشرح باينته جنينة وهون مسبح. والله المكان خرج حفلات حلوة ها. لا والمبنى حلو شكله كتير فخم. منعمل الأرضية خشب ومنعلق كم لوحة فنية وهون منحط صوفة كبيرة وشوية بوسترات تسويقية وإعلانات وهالقصص هاي ورح تلاقي البشر هون فوق بعضها برأيي ممتاز وهيك صار في عنا مكتب. لا مستحيل هون جنب سليمان. لك ليش لا عرفان؟ مفكر رح يعين حارس علينا؟ لك اتركه هلا يفكر الأمور تحت السيطرة بعدين عايدة عرفت مشان آيلة ونحل الموضوع. آيلة مشكلة لحالة. أوف منك يا بروفيسور أوف. آيلة أهلا وسهلا كيفك؟ صباح الخير. عجبكم المكتب؟ برأيي ممتاز بس عرفان عنده كم تحفظ. يعني مثل؟
طالما عم نقرر كل شيء مع بعض فهون ما بيمشي الحال. لازمنا مكتب بمركز المدينة أو بمول معروف. ليش؟ لأنه هذا بيت واحد غني مو مكتب استشاري. مثل العادة ما في يعطينا جواب منطقي. بدك تضلك نتجادل هيك على طول؟ وبعد الجدال رح تساوي اللي بدك يا بالآخر ما؟ لا مو هيك عرفان، بس أنا على القليلة عندي أجوبة منطقية. وشو أجوبتك؟ يعني مكتب المولات موضة قديمة، أنا بدي الناس لما يجوا لهون يشعروا بتميز واهتمام خاص. شفت المكاتب اللي ببرج ليفانت كيف خلصت مدتها؟ لأنه الناس ملت منها. شكرا كتير على اكتشافاتك العظيمة أيلا خانم، بس مو مقنعة وأنا ما عجبني. هي رأيك ما بيمثل المستثمرين؟ أنا بعرف منيح المستثمر شو بيعشق. والله عن جد؟ هدول ناس متعبنين بمصاريهم. عمران هيك ما بيمشي الحال، رح نبدأ بالمشاكل. برأيي ما في داعي تتجادلوا، طالما عم نشتغل مع بعض لازم ناخد قرار مشترك بأي موضوع بنعمله سوا. خلاص عمران، أنا متعودة على هالنقاشات من زمان، مو مشكلة. عرفان، المصاري اللي رح نطالعها المفروض تنقذ حياة ابنك، والمفروض تغير حياة هدول الناس. يعني بالنهاية في بيناتكم قاسم وهدف مشترك، سواء عجبك هالشي واحترمته أو احتقرته. عم تفهمني؟ لهيك قدامك خيارين، يا بتتركه وبتمشي، يا أما بتحاول تحترمهم بشي طريقة. وأصلاً سليمان بدهم نكون قريبين منه، وطالما عم تشتغلوا بمصرياته فمجبورين تقبلوا. وإذا حابب يكون في عنا قرار مشترك، اليوم عنا اجتماع مع المهندسة. أسلوبه حلو. آيلا، نعم عرفان. بلا ما تمثلي علي دور المديرة، لأني من الأول فهمان هدفك تماما. شو هو هدفي؟ بدك تدوقيني مرارة الكلام اللي قلت لك ياه بكل بساطة. ومعك حق، أنا تماديت بالآخر، ما حدا بيحق له يدخل بحياة غيره، بس أنا وياكي صعب نقدر نشتغل مع بعض. أوف، رجعنا لنفس القصة من جديد. طبعاً ما بنقدر. يلا بلش هلا. لأنه أنا متزوج وعندي ولد وأسرة لازم دير بالي عليها. وأنت في عندك سليمان حبيبك، ومو حابة إنه ينزعج، يعني مو مضطرة تعرضي علاقتك فيه للخطر. سليمان ما عرف بماضينا ولا رح يعرفه، فبالنتيجة أنا ما رح أخسره، ومع هيك ما عندي مشكلة. إذا بدك من خبره منقعد سوا اليوم ومنحكي. أنا مو ناوي ألعب معك أيلا، أنت مو كان عندك شغل منيح وسيرة مهنية وحياة منيحة، فليش لحتى تهمليها؟ وأنت كمان كنت أستاذ جامعة حسب ما فهمت. يلا رجع لشغلك الأول. إيه بس هذا مانو موضوعنا. اسمعي، بدون ما تعملي مديرة بوعدك تاخدي دبل المصاري تبعك، بس تركيني لحالي لو سمحتي. وأنا مو ناوية ألعب. اسمع، لوقت ما تسدد دينك لسليمان أنت مضطر تشتغل معي، أنت مجبور، إذا رضيت وإذا ما رضيت. اتفقنا؟ روح قلبك التنظير. ملحقة على كل شيء، شوفي هالصور، شوفي. مو مخلية لا يوغا ولا تمارين لياقة. ما شاء الله وفات للدنيا كمان يا عيني. لا ما شوفي شلون صايرة، والله تقولي لساتها مراهقة وكل اللي بيننا 3 سنين. والله حلياني كتير، لو مبيني أجمل من الأول. شكرا على دعمك أختي. هي الحقيقة، بيقول المثل ما في مرة بشعة، في مرة فقيرة. اللي معه مصاري بتعمل تجميل لكل شي. شوفي كيف نفضح على كله تجميل، لو معي مثله ما سبقتني. تجميل بيخلي الوحدة تفرق كتير. خلص حاج تطلعي بصورة وتحرقي قلبك، هاتي لهون تركي من ايدك عايدة. اصلا انت حلوة بلا شي، بلا ما تغاري على الفاضي. عرفان ما رح يخونك ابدا، والله اذا بشوفه بعيني ما رح صدق. الواحد لازم يعرف عدوه، لهيك فتت على صفحتها. فيني اخذ التابلت ماما؟ خدوا حبيبي خدوا مشان الله وروح، هي خلص دورها من زمان. خد يا روحي.
والله ما توقعت يصير فينا هيك، فكرت أكبر مصايبنا صارت، بس لا، في آيلة كمان. ما فهمت ليش كل هالقد مخوفتك، ماضي وانتهى. إن شاء الله بتمنى، إن شاء الله هالماضي ينتهي. لأنه بوقتها عرفان كان واحد تاني، كان مجنون فيها. صحيح كان يحبها من زمان، بس تزوجك انتي. تزوجني بس لحتى ينساها. صدقيني عرفان بحياته ما حبني، حتى بعد ما تزوجنا ضل فكره عنده، بس بيحترمني. وأنا متأكدة إنه كل ما بيشوفها بتنسي حاله. يعني وجودها بحياتكم شي مو منيح، معك حق. إيه بس عمران وجوده أخطر. شو قصدك تقولي يعني؟ ليش عمران خطير؟ شو قصدك؟ ما فهمت. يا بنتي مو هو أبوه لابنك؟ فكيف برأيك ما إنه خطير؟ والله إذا حدا دري إنه عمران. بكفي أختي، بكفي. ما تخليني أندم إني خبرتك لو سمحتي. نعمة خانم عم تشتكي علي يعني؟ شي حلو والله. أنت مالك بالعادة تساوي هيك؟ لا مالي بالعادة طبعا، شايفني كتير بحب شوف وشها، بس مو قليل اللي عملته بأختي سحر. قال أنت هددتيها بركان، وأنت يلي بعتتي له رجال يضربوه. شو؟ أنا اللي بعتت له رجال؟ مفكرني مافيا سليمان؟ لا مو هيك قصدي أنا. إيه؟ قلي، ما بتصدق اللي عم قوله؟ ما تعصبي يا روحي، عم قلك لشو لمحت. طيب أنا ما عصبت أصلاً، خلص ما في شي مستاهل دخيلك. أنا بدي روح على المكتب، المهندسة جاية، رح نبدأ بالتجهيز وما بدي أتأخر. ماشي، الله معك. سلام. ياسين، بدي اياك تعرف لي مين هدول يلي ضربوا راكان وليش. رد لي جواب.